دعا مشروع قرار قدمته القوى الاوروبيه الى مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه للتصويت عليه، دعا ايران مره اخرى لتفسير اثار يورانيوم عثر عليها في مواقع عبر غير معلنه، ويعطي ايضا قضايا مثل منعها من دخول المفتشين. نعم، وردا على مشروع قرار توعدت ايران بالرد اذا اعتمده مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الدولية. التابعة للأمم المتحدة بالرغم من تحفظ الولايات المتحدة عليه تصعيد جديد في الملف النووي الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث توعد طهران بالرد اذا اعتمد مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارا جديدا بادانتها اقترحته ثلاث دول أوروبية بالرغم من تحفظ الولايات المتحدة عليه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي قال إنه في حال صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الأطراف ضغوطا سياسية فإننا سنرد. اسلامي أكد إنه بناء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل. والبلاد الآن في مرحلة تقليصها. بريطانيا وفرنسا والمانيا كانت قد طرحت مشروع قرار على مجلس المحافظين يدين ايران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشان برنامجها النووي. وخلال الاجتماع الفصلي الاخير للمجلس في مارس علقت القوى الاوروبيه خططها لمواجهه ايران لعدم حصولها على تأييد واشنطن بهذا الشان. دبلوماسيون يرون ان واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات الرئاسية ستجري في نوفمبر القادم يذكر أن إيران تراجعت عن تنفيذ غالبية التزامات بتقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق المذكور في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران